قبل ما نغادر قصر بالرقوش اللي له تاريخ عظيم جدا تعرفنا عليه سوا، الأستاذ صقر بالرقوش شخصيا وهو أحد أعيان أسرة الرقوش أصر أننا نتذوق العصيدة المميزة اللي يصنعونها في الباحة. رتب لنا كل شيء وجهز لنا كل شيء، وباقي بس نتعلم كيف نطبخها وناكلها. السلام عليكم. حياك الله مهند أبو عبيد الأخ عدنان العرفج. يا هلا وسهلا. أنا صقر بالرقوش يقول لي إن أزين واحد يزين عصيدة في البحر كله هو أنت يا عدنان. نقول إن شاء الله، يعني على يدك إن شاء الله الليلة أحلى عصيدة بإذن الله. تأكلون العصيدة واجد؟ إيه كثير، هي تعتبر أكلة شعبية، وتقدر تقول في الجنوب الأكلة هذه تعتبر أكلة أساسية عندنا. يلا حبيت أنا أستاذ منكم. يلا حبيب قلبي يا صقر، يعطيك العافية. شوفي إن شاء الله. يلا شكرا لك. طيب وش مكونات العصيدة؟ طبعا على حسب الكمية، اللي هو الموية، أوكي، اللبن، إيه اللي هو الطحين، إيه أو الدقيق، إيه واللحم. اللحم لا، هذه المرقة. اوه شيء ثاني. هو هذا شيء ثاني. حلو. طيب هنا. انت بديت طبعا قاعد مع احنا دينا، وش جهزتي؟ سخنت المويه. طبعا الثاني وش فيه الضغط؟ الضغط فيه اللحم والمرق، هذه يتزين الحاله. اي نعم، هذا الحاله وهذه الحاله. عادي لحم طبيعي تحطه في قدر الضغط وتخليه يستوي. اي نعم. طيب حلوين. اوكي بعد ما تغتلي المويه غلط نحط اللبن. اي نعم، نحط اللبن، ننتظر اللبن مع المويه لحد ما تغلي. إيه؟ ثم نحط الدقيق. طيب هذا هو الان المنظر، المويه مع اللبن، المويه مغليه وضفنا عليها اللبن. هنا طيب. اوكي نرجع الامور، ننتظر لحد ما تغلي. تغلي اللبن مع المويه على حسب. نرفع طيب. النار عليها. ارفع النار. الله يجزاكم الجنه لاني جوعان. طبعا لحد ما تغلي نحط الدقيق على حسب الكميه، شخصين، ثلاث اشخاص، اربع اشخاص. طبعا الوزن، وزن المويه على الدقيق اللي هو الطحين، تقريبا هذه تكفي لشخصين. هذه تكفي لشخصين. هنا حلو. على مستواها مويه، نوضع على مستوى هذا دي، كل ما زدنا اخذنا غرفتين مويه، غرفتين. حلو، يعني هذه اذا كانت الشخصين. اينا. املى هذه مويه ازيدها، ثم املى هذه دقيق وازيدها. اينا. واحده بواحده. واحده بواحده. اوكي حلو، واحده بواحده. طيب الان حطيت انا هنا اللبن والمويه تقريبا عدد ثلاث اشخاص او ست اشخاص. حلو. ثلاث غرفات. حلو، راح نحط ثلاث غرفات. خلني احط هنا يا اخوي. ما يحتاج، ابشر. يلا من الان اليوم حط... اليوم بخليك انت، انا مالي دعوه. اي بس اذا انعفست الطبخه انت السبب، انا مالي دعوه. اللي قولي وش الاكلات الشعبيه اللي موجوده في الباحه غير العصيده؟ عندنا الدغابيس، عندنا الدغابيس. الدغابيس سمعتوها؟ هذه اكله جنوبيه. إيه؟ اكلات خص اهل الباحه بالضبط. يعني الحين العصيده زي العجينه يعني او شيء؟ زي العجينه تقريبا. اوكي بس هي ما تنوكل بالحالة، لازم يكون معها سايد دش أو شيء ثاني. تنوكل بالمرق واللحم. طيب أنا أشوفها بدأت تغلي الحين، طبيعي كذا؟ طبيعي. طيب حلو، طبيعي. أنا مش نسوي نتركها الآن لمدة تقريبا دقيقة. هذه الأداة الأساسية في العصيدة. ما شاء الله، هذه تنفع للطبخ وتنفع للجلد الظاهر. ما يحتاج، فبدونها ما تقدر تسوي العصيدة فعلا؟ هنا هذه الأداة لازم تكون الأداة الخشبية هذه. ليه يعني؟ أسهل في التحريك عشان العجينة تثقل؟ العجينة طبعا ثقيلة. برضو بوريك الشغل، راح تثبت إن شاء الله برجلينك الثنتين. وهذه العصيدة. هنا يب جاهزين ما شاء الله. نحط الملح. طيب بسألك، الأكلة هذه متى تنوكل؟ يعني صباح، غدا، عشاء؟ لا غدا عشاء. طيب تفضل حرك. طيب واخبز وعجن. وعجن والله معاناة يا رجل، بعذركم غدا من اللي بيقوم على الفطور وبيزين ذا المعركة اللي هنا؟ تفضل كمل أنت. لابد أنك تحرك على طول، سريع سريع. أنا أحس الطاولة بتنكسر وأنت تحرك فيها يا رجل. يعني تقريبا لين ما تصير بالشكل هذا. اين لسه حتحركها وتثبتها برجلينك الثنتين لمده تقريبا دقيقتين. انا واثق تمام الثقه من قبل ما تنتهي الاكله، لانه هذه احد الاكلات اللي راح احبها جدا، وكل ثقه اني ما راح اسويها بنفسي ابدا. طبعا ناخذ العصيده بالشكل ده، ثبت بهذه الطريقه. خليني استوعب وش بتسوي انت. طبعا من ثلاث زوايا لازم تكون متمكن من القدر. وكم تقعد العمليه ذي بالله؟ دقيقتين ثلاث تقريبا. ناخذها ونرجعها على النار. خلاص قضت كذا؟ لسه دور ثاني ان شاء الله. ان شاء الله. رجل متعبة، لابد ان طعمها يسوى اخر شيء. طيب نحتاج لها شوية موية. الموية هنا. انا خليني اساعد في الموية وانت عجل. موية؟ ايوه. شلون كلها؟ لا شوية. طيب. طبعا الغرض من الموية. ايوه. اللي هو اشبه ما يكون لها، اللي هو عملية البخار، تكتمل القدر. ايه. لاجل تستوي العجين. اللحم اللي هو المرق واللحم.
إذا استوت العصيد ناخذ من اللي هو اللي فوق الزيت ونحطه على العصيد زي مكان السمن يعني على مكان السمن ليه؟ عشان العصيدة تكون متماسكة تمسك المرقة؟ لا ولا تمسك في نفس القدر اللحم عندنا استوى تقريبا أوكي طبعاً. بالنسبة لك هواية ومزاج؟ أكيد يعني إذا من النوع اللي من ضمن هواياتك إذا مليت تحب تطبخ؟ أكيد طيب بعد إذنك أنا لازم أحرك لي شوية يلا وأنا بكمل هنا يعني هذا الآن البصل والمرق مقبلات صح؟ أي مع العصيدة ليه أشوفك تعبان؟ والله من العصيدة لا أنت عصد يا أخي لا لا جرب تفضل نكهتها تغيرت صارت أفضل ولا؟ طبعاً بعد الطريقة هذه تكون اليد نظيفة وتعمل بالشكل هذا طبعاً هذا الشيء عمديني أسويها قمت تقول لي راح تعارك مع طيب. العصيدة عطني ذا الأشياء أنا أعرف أسويها تفضل يا سلام والله ريحتها تفتح النفس يا عدنان والله فعلاً أنا شايف المجهود اللي بذلته قدام عيني أنا يوم قالوا لي عصيدة والله ما جاء في بالي أبداً كذا قالوا لي فيها بر وما أعرف إيش وكذا كذا على السريع قبل الله يجينا فتوقعت إنه ما أدري حاجة زي العريكة مع العلم ترى أنا ما شفت العريكة قبل كذا شلون يزينونها بس كذا الآن خلاص يعني بناكلها الحين توكل على الله يلا سمي بالرحمن يلا يا هلا وسهلا حياك بسم الله هذه اللحظة الحرجة يا هلا وسهلا فيك أستاذ مهند الله يبقيك ونحييك بتحية أهل الجنوب أهل هيل عداد السيل أهل هيل عداد السيل والله الله يحييك ويا مرحبا وسهلا يا سلام هذه عند الباحة ها أي نعم طريقة العصيدة برضو لها لها إيش لها طريقة لها طريقة إيش طريقة للأكل للأكل حتى الأكل له طريقة اي نعم تأخذ لك العجينة بالطريقة دي ايه وبالطريقة هذه كذا تنوكل العصيدة بالشكل هذا وراكم عقدين السالفة انتم يا هذه هي طريقة العصيدة طيب انت براحتك عموما طريقتنا حنا في ايه في أكل العصيدة ايه بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله تبارك الله الله يجعل بالعافية إن شاء الله النكهة مختلفة جذرياً عن اللي أكلتها بالقدر مع المرقة بصراحة لا فعلاً لذيذة الله يعطيك العافية والله يا عدنان ما قصرت بصراحة يعني أكلة صح أنه تهاوشنا وتعاركنا مع الطبخة نفسها لين ما زانت بس ما شاء الله تبارك الله يعني من أجمل الأكلات اللي شفناها إلى الآن عموماً ما نبي نطول عليكم أدري أنكم اشتهيتوا تأكلون معي تفضلوا